أيها السيدات والسادة في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وعافية بعد. السلام عليكم ورحمة الله. من مشروع وصاب العظيم اليوم تاريخ 4/2/24 بعد 2000، من هنا نراسلكم، من هنا نتابع وإياكم التغطية الإعلامية لهذا المشروع العظيم. فعلا إنه مشروع عظيم بحجم اليمن، مساهمة مجتمعية من أبناء جبل مطحن والقائمة ووصاب، وسلام الله على أخونا أيضا شرف الزهراني يتابع ويساهم ويسدد. ونقول له بارك الله له من هذا المكان، نقول ربنا يطيل في عمره. إذا ندعو الجميع إلى التبرع، ندعو الإخوة التجار إلى التبرع، الذين لم يظهروا أمام الملأ وأمام الشاشة وهم من أبناء قريتنا ومن أبناء جلدتنا، وكأن الأمر لا يعنيهم، بالعكس الأمر يعنيهم والمشروع للجميع. من يبتغي وجه الله ساهم، من يريد الجنة قدم. هذه صدقة جارية إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون. الصدقة مضاعفة، الصدقة بالمشروع كبيرة، الصدقة من هذا العمل ما شاء الله أمور طيبة. يلا داود نشر صراحة الحجب يا داود، اوعى يا داود اوعى اوعى، ارجع ريوس. اليوم 4/2، وهذا داود الصلاحي يدمر الجبال بهذه المبروكة، بهذه المدمرة، بهذا الجرافة، بهذا الدركتل. له 4 مسميات من مسميات جهانة: حرارة ودركتل ومدمرة ومجرافة، كله 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 يمشي. أهم شيء أبو عدي، أبو زلط، أبو بياس، أبو دولارات، موني موني لهذا المشروع، ما يونتي خير وبركة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ضباب، اليوم جنة، جو رومانسي والله. الضباب يا إخواني، وهنا انعدام الرؤية تماما. كنا نبغى نسجل ونصور لكم مسار الطريق دون جدوى، ولكن من هنا أمر سهل، تحت ترابي وفوق أعلى ملطة، الأسفل ترابي ومن أعلى يعني ملطة صبا ربما، والله أعلم. الأمور طيبة والعمل تمام، وما شاء الله تبارك الله، وتقدم ملموس نحو الحجف، تقدم كبير نحو الحجف، ما شاء الله تبارك الله. أيها السادة والسيدات في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وعافية. نراسلكم من هنا ومن هذا المكان، وهنا علي قائد مشرف المشروع، وبجواره طاهر صديق العمر، وهناك عبد المطيع كمان. الآن الهجوم الكاسح والقوي والكبير نحو الحجف، بإذن الله تعالى يتم المشروع على قدم وساق وبهدوء تام. لا مشكلة حتى الآن، نحن نعاني بعض الإشكاليات، لكن تعدي على خير، ما في مشكلة أبدا، الأمور طيبة، والمواطن مرحب بأرضه في سبيل الله، وخاصة الشيخ مطهر عبد الله قائد. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، يمنع العبور تماما ونهائيا نحو الحجف نحو بطيشة. الطريق كما تشاهدون مقطوعة، أرجو من الجميع الالتزام، يمنع العبور من بوابة غنام الغنام نحو الحجف والعكس.
العمل مستمر، لا تعطيل للمعدات. اليوم 4/2، اليوم يوم الأحد، وها هي المدمرة للجبال، ها هي الجرافة، ها هي المعدة الكبيرة، ها هو الدركتل الكبير والعظيم، أحيان بالبخاش وأحيان بالمحر. إلى الأمام يا أبناء وصاب، إلى الأمام يا رجال وصاب، ولكل من ساهم من خارج وصاب سلام الله عليه وبارك الله فيه، ولمن ساهم جزاه الله خير وكتب الله أجره وجعل في ميزان حسناته إلى يوم الدين، سواء بالتراب أو يعني بالأراضي، وأقولها بالفم المليان إنه صاحب الأرض قدم أكثر من صاحب أكثر من التاجر. يلا يا داود رحل يا داود. يعمل بالبخاش، الآن يعمل بالبخاش كما تسمعون. إذن أيها السادة والسيدات، اليوم جو رومانسي، اليوم جو ممتاز، اليوم جو رائع، والعمل أروع والعمل رائع. اليوم 4/2، 24 بعد 2000، اليوم يوم الأحد، اليوم أحد لا، وهذا داود الصلاحي، وهذه المعدة الكبيرة العملاقة المدمرة للجبال. نعم إنها من كبار المعدات، بارك الله لعوبل بهذه المعدات. نعم هذه شهادة سأحاسب عليه، ولكن كلامي واضح، ما ترجع ريوس أبدا للأمانة. وسوق محنك، الآن ربما بالبخاش، واتجهنا نحو الحجف. العمل كبير كبير كبير، من هنا عوبل ومن هناك عوبل. هو شركة عوبل للمقاولات من أنجح الشرائك في اليمن، معدات صاحية وسواق صاحي. والله والله ما يحتاج، بشهادة الجميع، والله ما هو أنا، بشهادة المواطن والمتابع ومن حضر إلى المشروع، قال هذه المعدة ما شاء الله، نتمنى بقائها حتى نصل 5 مطلق. الشكر، كل الشكر للقائمين وللعاملين وللمراسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وعافية. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا من جوار صبل المرتبة بدأ الهجوم نحو الحجف، الهجوم البري المدني بهذه المدمرة المدنية، بهذه الجرافة العظيمة. بارك الله لك يا عوبل في هذه المعدات. للأمانة وسأقولها أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي أن معدات عوبل كلها صاحية ومئة بالمئة، ما ترجع ريوس أبدا. من هنا عوبل ومن شرع ديحة عوبل واللقاء الوسط، الهجوم مستمر نحو الحجف ولله الحمد. بهذا التلختل، بهذه الحرارة، بهذه المبروكة، بهذه العملاقة الكبيرة التي تدك الجبال. نعم أيها السادة، نعم أيها الإخوة، نعم أيها الأحبة في كل مكان، من وصاب نراسلكم، من وصاب نحييكم من هذا المشروع الكبير الذي أصبح حديث الساعة وأصبح نموذج لبقية المحافظات اليمنية. نعم إن الإنجاز عظيم حتى الآن، ونطلب ونطالب ونرجو من عامة الناس، من يبتغي وجه الله سدد، من يبتغي وجه الله ساهم، من يريد الجنة قدم. هذه طريق لا لعلان ولا لزعطان، ومن قدم قدم لنفسه، ومن ساهم ساهم لعمره. هذه حقيقة. طبعا اليوم تاريخ 2/4/24 بعد 2000. مراسلكم محمد عبد الله جهانة من ميدان العمل من مشروع وصاب، مشروع عظيم، مبادرة مجتمعية، مساهمة من أبناء جبل مطحن ومن أبناء القائمة ومن أبناء وصاب ومن أحمد اليمني ومن أحمد عبد المعطي ومن أيضا شرف الزهراني بارك الله له وشفاه الله. تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية والمسرات. من هنا من وصاب ومن مشروع وصاب العظيم، اليوم 4/2/24 بعد 2000، والعمل الصحيح بدأ من هنا والتهبيط من هنا. وهذا إسحاق عوبل بارك الله له، عمله عمل جبار. أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. من هنا نحييكم، من هنا من جوار هذه المعدة الكبيرة والممتازة ما شاء الله، سليمة 100% والعمل طيب إن شاء الله. ومن هنا بدأ الإنجاز النهائي، من هنا تهبيط نهائي حتى الحجف. ضباب اليوم كثيف، ضباب ما شاء الله، وصاب جنة سياحة. اليوم 4/2/24 بعد 2000 من مشروع وصاب العظيم، نراسل وإياكم و
وهنا تغطية إعلامية لهذا المشروع، والكل يعرف أن هذا المشروع مساهمة مجتمعية. نتمنى من الجميع المساهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله والجو ما شاء الله، العمل مجبول لبلاش. هذا الأخ عبد الرحمن ما شاء الله عمل واصل متواصل، لا يكل ولا يمل ولا يلفت لا شمال ولا يمين. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مشروع وصاب العظيم. اليوم تاريخ 4/2/24 بعد 2000، وها هو الأخ عبد الرحمن كما تشاهدون. وهنا الكمبريشر الآخر، واللقاء هنا إن شاء الله. اليوم هذا كله برا السماء. تعال تعال تعال، أنت من أحد العمال، إيش تقول؟ السمد ما جاش، أما العمل ماشي والله على قدم الأمانة. آل العال يعني السمد ما وصل حتى الآن؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمك اسمك من؟ وائل عجب. الان الشيخ وائل عجب يقول لك هنا معنا كم خش قول؟ هنا 15 حفرة لم يتم تفجيرها حتى الان. بسبب السماد. السماد يا مشرفين على العمل. السماد ما ينجح الا نجاح الكومبريشنات والله. هذا اكيد. هذا القطع كله كان بينه يومين. لو السماد هلو أمانة يوم واحد كامل إلى عند المقبقب هنا. إذن أيها السادة والسيدات، اليوم ضباب لا نرى أي عمل إلا أمين مهدي ذاو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام عليكم، صباح الخير يا شباب، حياكم الله أصحابنا. من هنا نحييكم، نتمنى من القائمين على هذا المسار توفير الأسمدة لنقلع الجبال. نتمنى من القائمين على هذا المسار توفير الأسمدة وبدون تأخير، لا يتأخر العمل. اسمعوني زين، اسمعوني كويس. العمل كومبريشان، الإنجاز كومبريشانات، التقدم كومبريشانات، هذه حقيقة. اليوم تاريخ 4/2، اليوم أعتقد يوم الأحد. التحية والإكرام والإجلال لنا القائمين على العمل والله، ما دون احنا على مدار الساعة بين البرد ومن الصباح الباكر نريد نحو الحجر، نريد تقدم وهجوم كاسح نحو الحجف، لكن السماد لم يصل حتى الآن. أيها السادة والسيدات، يا من تسمعون عبر التواصل إلى أنحاء العالم، من يريد الجنة ساهم، من يبتغي وجه الله قدم، من يريد الجنة سدد. هذه طريق، هذه طريق لعامة الناس. والله أنها صدقة جارية وأنها بمحله. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وعافية أيها الأخوة في كل مكان. الآن بدأ التحبيط النهائي من هذاك المكان. الآن اليوم 4/2 24 بعد 2000، نقول صباح الخير على الجميع، صباح الفل، صباح النور، صباح كل حالي وغالي. هذا الأخ إسحاق عوبل، وهذا البكلين أي المقبقب يقبقب تهبيط نهائي من هذا المكان حتى الحجف إن شاء الله، ثاني مسطرة إن شاء الله. إذن أيها السيدات والسادة، اليوم أعتقد يوم أحد ويوم خير وبركة وتعاون ودعم وإسناد للمشروع العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا حياك الله يا ابن مطيع. الان الطماط بحفظ الله الى 6000، بكم السله؟ ب 1000 ريال مصطفى السله. ب 2000 ما شاء الله. كنا نحلم حلم كان ب 10000، اليوم ب 2000 ريال. يا نعمه الله دومي. والحبحب هذا من كم؟ 300 ريال مصطفى. من 300، من 200، من 500. ما شاء الله، والله سعر صنعاء ورخص عاده. ايوه. ما دام المشروع ناجح والعمل متواصل. هذه الطماط ملح والله. طماط بضاعة والله. السلة بكم؟ ب 2000؟ ب 1000 ريال. يا بلا شيء والله، بكم بالربية؟ هذا من حقينا. هذا من كيامة. كيامة. ما شاء الله، بارك الله فيك، بارك الله لك. والبصل من كم؟ من 100. من 100. يا بلا شيء. يا بلا شيء. والله يا بلا شيء، نعم. اليوم تاريخ 4/2 24 بعد 2000 من مشروع وصاب، نراسلكم من هنا، نحييكم من هنا، ندعوكم إلى المساهمة والحضور، إلى المساهمة والتبرع، إلى المساهمة والسداد. المشروع خيري، مبادرة مجتمعية من أبناء جبل مطحن والقائمة ووصاب، ومن خارج وصاب. هناك امرأة في المدينة المنورة تبحث عن دعم للمشروع. إذن أين أنتم يا تجار؟ أين المخفيين؟ أين أصحاب المراكز؟ أين أصحاب المولات؟ أين أصحاب الهناجر؟ والله ما ينفع إلا الصدقة، وما تدوم إلا الصدقة، وما صدقة إلا الصدقة، وما أجر إلا بالصدقة. ومن يبتغي وجه الله تصدق. نعم، هذه حقيقة. الحاضر يعلم الغائب، الحاضر يعلم الغائب، إنه الصدقة تمحو السيئات. بركة بالأولاد، بركة بالمال، بركة بكل ما يلزم. إذن هنا داود، وهذه المبروكة، وهذه الحرارة، وهذه المدمرة، والأمور طيبة ما شاء الله تبارك الله. سلام الله عليكم، طبتم وطاب صباحكم. مراسلكم وأخوكم محمد عبد الله جحانة، الجمهورية اليمنية العظمى، وصاب العالم خلاف القائمة، عزلة جبل مطحن. مستحيل يهرب، مستحيل. اللي عنده هذا مستحيل، مستحيل. هذا كابو كلنا. سلاما من الله عليكم، طبتم وطاب صباحكم. من أمام هذه الجرافة العملاقة الكبيرة المدمرة للجبال نواصل وإياكم تغطية يومية لمشروع وصاب العظيم. خلع 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 والله ما شاء الله، خلع 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 وخلع أبوه ما شاء الله. داود سلام الله عليك داود، حافظك الله يا داود، وحافظ الله الحرارة ومالك الحرارة. حفظك الله يا داود، وحفظ الله الحرارة. تمام، وحفظ الله مالك الحرارة. نحن هنا نشجع ونراسل ونقول ما يملي على ضميرنا. أين المدمرة هذه من زمان؟ والله قلعة أبوه كامل ما شاء الله. أيوة 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 أيوة، قاسموه 2.
بابا اللي بعده. ايوه اللي بعده، اللي بعده يا داود. والله كملهم. سلام الله على داود. ايوه هو الان ما يسمعنا، لكن هذه حقيقة لابد ان نقولها. داود والحرارة، الحرارة وداود، وين انت من زمان يا عوبل؟ لكن خيرة الله، القادم اجمل. الآن الهجوم نحو الحجف. أسعد الله صباحكم بالخير. صباح الخير يا زعيم، صباح الخير يا أبو عدي، صباح الفل، صباح النور. نشكرك من هنا من وصاب الخير. وهذا الضباب الكثيف، انعدام الرؤية تماما، ولكن نحاول نسعد الجميع ونقول صباح النور لكل الناس، وخاصة الأخ الكبير الزعيم أبو عدي، بارك الله له على المتابعة والتعليقات الجيدة. ومن خلال هذا المقطع الشيق للهجوم الكاسح من هذه المدمرة نحو الحجف، من هذا الجرافة، ومن هذا الدركتل، ومن هذه الحرارة نحو الحجف، من هنا عوبل، ومن شرع ديحد عوبل، بارك الله لعوبل. شاكرين ومقدرين للأخ الكبير أبو عدي فيصل علي حمود النوبة، المتابع والمعلق، تعليقات مفيدة ومشجعة، كتب الله أجره وبارك الله له. اليوم 4/2/24 بعد 2000. كما نشكر الأخ المناضل المتابع محسن الأسدي الذي يتواصل معنا دائما. إذن هذا مشروع وصاب، مبادرة مجتمعية من أبناء جبل مطحن، من أبناء القائمة، من أبناء وصاب، فسلام الله على وصاب ورجال وصاب. نعم وصاب ظهر بمظهر كبير، ونحن نعيش ظروف استثنائية يعرف القاصي والداني، إلا أن أبناء وصاب ظهروا أصحاب الأرض والتجار ومن غير وصاب كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحيم ما نسيبه كله مقبقب الآن، بارك الله فيك. ها ثلاثة. طيب أروح معك رجال ثلاثة بكل ناس. نعم ثلاثة، إلا العمل كبير يا عمو. هذا ما يحتاج السادة والسيدات، السيدات والسادة، أيها الأخوة في كل مكان، ها هي الجرافة الكبرى تحاول العودة بالبخاش. نعم سنرى ماذا تعمل، سنتابع وإياكم ماذا تعمل هنا بالبخاش. وعلى الله نتمنى من الله، بعد السلام عليكم، نتمنى من الله أن يسخر لنا أحد التجار يعمل من هذا المكان إلى هذا المكان. جسر للمشاة، جسر كبير، لأن الطريق هذه تنقطع تماما، وهذا الطريق للطلاب وعامة الناس ستنقطع قريبا. نرجو من يهمهم الأمر
ومن يريد الصدقة والحسنة أن يعمل جسر من هناك إلى هنا للمشاة وكتب الله أجره. الله يسخر لنا واحد تاجر يعمل لنا جسر هنا للعبور تبع المشاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمل طيب ولله الحمد كما تشاهدون. مساكم الله بالخير والعافية. هذه الجرافة الآن تقوم بتجهيز إلى هناك. قريبا هناك جوار البلس. يلا يا داود. اي والله برا. هذا داود الصالحي يباطح الجبال بهذه الجرافة ونحو الحجف. نحو الحجف خلاص. لا نقاش لا جدال لا تهاون. نعم لا رحمة للجبال. الجبال أمام أبناء وصاب لا شيء. تتناثر تتناصل. حطمنا أمريكا بالبحر وبريطانيا. عدل الجبال هذه. من كان يظن أن هناك دولة تهاجم أمريكا أو تضرب على بريطانيا بالبحر الأحمر أو بالبحر العربي؟ إلا أبناء اليمن، إلا رجال اليمن، إلا شجعان اليمن ضربوا أمريكا ومرعوا أوجه أمريكا وبريطانيا بالتراب. والقادم أعظم. لم تجرؤ دولة في العالم. أمريكا خلاص. واليوم حياكم الله بوارج تغرق. بوارج كبيرة وكله بأفعال رجال اليمن أبطال اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين يا عمو؟ هذا المهندس. إلا والله جاب خبره داود. والله جاب خبره داود والجرافة. عمل كبير 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 وعمل جبار لهذه الجرافة. وهنا المهندس وهنا طارق. بسم الله. جاب خبره وفتح له مسار وفتح له عمل نحو الحجف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والعافية. من هنا طبعا اليوم تاريخ 3/2/24 بعد 2000. ونشكر المتابعون خارج اليمن وداخل اليمن وعلى رأسهم الشيخ محسن الأسدي. بارك الله فيه على المتابعة والتواصل على مدار الساعة. نعم هذا الرجل مشجع للمشروع وللعمال والعاملين والمقيمين والمستقيمين والمتابعين والمشجعين. وكما نقدم شكرنا وتقديرنا للشيخ الفاضل عبد الله محمد سنان المطحني الملقب بالشاهق والعاملين جميعا هنا الجمهورية اليمنية. هنا ذبار، هنا وصاب، هنا بخلاف القائمة، هنا جبل مطحن، هنا بوابة غنام الغنام. اسعد يا مواطن، اسعد يا متبرع، اسعدوا يا أيها الأطفال، أيها الشيوخ، أيها المساهمون، أيها المسددون، اسعدوا بما أنجز حتى الآن. ما شاء الله بأول ضربة
شوفوا هذا، ايوه بارك الله فيك يا اسحاق عوبل. اي خلاص ان شاء الله المغرب هناك، المغرب هناك. هذه اول صخره خلال دقائق خلعه. العمل سهل للمقبقب، العمل سهل للمقبقب. وسياتي عوبل بعد عوبل، عوبل بعد عوبل ونحو الحجف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقبقب يقبقب ما شاء الله. الآن تدمير الجبال. إيه جور والله جور. إيه يلا يا إسحاق يلا دوس اخلع أبوه. ما شاء الله ما شاء الله، عمل جبار وعمل سريع ونحو الجبل. اليوم ما في كلام، اليوم ما في كلام. تصفية لهذا المكان حتى نذهب نحو الجبل. اليوم 3/2/24 بعد الألفين، واليوم يوم سبت. من هنا نراسلكم بمشروع وصاب العظيم، هذا المشروع الكبير العملاق الذي يخدم 3 محافظات وعدة قرى وعدة عزل. ونسأل الله من أن الله يسخر قلوب الناس إلى دعم المشروع. ما سمعنا لا أمير ولا رئيس ولا قائد ولا مرؤوس يدعم إلا أبناء جبل مطحن، أبناء القائمة، أبناء وصاب، أحمد عبد المعطي، أيضا شرف الزهراني، أحمد اليمني. ناس ساهموا كثير ما شاء الله من خارج وصاب. السلام عليكم ورحمة الله. كمان عبد الرحيم الآن جاي بعد المقبقب، رجع الحرارة هناك وجاب المقبقب هنا. عبد الرحيم جاء يتفقد أعمال المقبقب ما شاء الله، عمل جبار والله. خلال 5 دقائق هذا كله ان شاء الله المساء او المغرب، احنا تحت الصبر مباشرة. وبعدها بعدها نحو الحجف ان شاء الله. تمام. ها هو عبد الرحيم يتابع العمل. وصل بحفظ الله ورعايته الى جوار المقبقب عبد المهندس عبد الرحيم. العمل تمام الان، فيري فيري نايس. ايه تمام ما شاء الله. الحراره هناك والمقبقب هنا، عوبل هناك وعوبل هنا. ايوه صخور كبيره وممتازه وقويه. انظروا هذا العمل هنا، عمل يعني ايوه تمام يا عوبل تمام بارك الله فيك. العمل الان ما شاء الله بوتيره عاليه كما رايتم مشاهدينا. شوفوا هذه صخره قويه كبيره بخلال 8. اسحاق عوبل بارك الله له، عمل جيد وعمل تمام. الآن أي أيوة والله ونعم، نحن ذاهبون نحو إلى بيت الله الحرام لأداء صلاة العصر. السلام عليكم.
شاء الله تبارك الله، ما شاء الله هجوم كاسح بهذه المدمرة، بهذه الجرافة، بهذه الحرارة، بهذا الدركسل. بعد الآن يجي المقبقب أو البكلين تصفية نهائية من هناك. بارك الله لعوبل، بارك الله لأخونا عوبل على هذه المعدات الكبيرة، وحفظ الله هذه المعدات لتبقى لتعمل. أيوة أيوة، يلا يا داود نحو الحجف. اليوم هجوم شرس، هجوم كاسح من هذه الجرافة، من هذه المدمرة للجبال. يلا يا داود، داود يكمل مهامه هنا، وسيأتي إسحاق بعد داود. إسحاق بعدما يكمل داود هنا يأتي المقبقب أي البكرين، وبعدين الكومبريشن هناك، وإن شاء الله أمور طيبة وعمل جيد إن شاء الله. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. العمل تمام إن شاء الله. الله تمام. أيوه نحو الحجاف. ولا الجمعة. ولا الجمعة. ولا الجمعة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.